يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، ورح نبدأ بأول محطاتنا الصباحية لليوم. رح نروح فيها لنحكي عن كمان رجوان، هي مجموعة شعرية جديدة أطلقتها صبية شاعرة شاب اليوم، وأيضا هي المجموعة الشعرية بتضم 42 قصيدة وجدانية وعاطفية وإنسانية. أكيد بيسعدنا نرحب بالشاعرة نورهان الكردي. يسعد صباحك نورهان. أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. فخورين نحن بكل طاقاتنا الإبداعية السورية اللي دائما نحن بنفتخر بهذا العطاء اللي عندكم. بداية نورهان، عارفين عن حالك أكثر. أنا اسمي نورهان الكردي، بشتغل بمجال الإعلام بالإعلام التنموي. أنا خريجة علوم سياسية وعملت ماستر بالعلاقات الاقتصادية الدولية. وشاعرة. وشاعرة. يعني جامعتين اليوم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي نورهان. خلينا نحكي عن بوادر الكتابة الشعرية لك، إيمت بلشتي قبل ما نفوت ونحكي عن المجموعة الشعرية لحضرتك؟ تمام. هلا انا من لما كنت صغيره كان والدي معجب بنزار قباني كثير، وكان بيمتلك تقريبا كل الدواوين الشعريه له، فانا تربيت على نزار قباني. ومن وقتها بلشت اكتب، يعني تقريبا من سن ال 13 14 سنه. وطبعا تنمت هي القدره مع العمر. اليوم هي الموهبه يعني انتجت بعض الديوان هذا الشعر. ولكن قبل ما نروح لنحكي عنه، ذكرتي حضرتك انك بتشتغلي بالمجال الاعلامي، وحضرتك علوم سياسيه وحقوق، اليوم يعني مجالات مختلفه جمع، يعني كان نتاجهم اليوم شاعره. اليوم كيف قدرت توفقي بين الدراسه وبين ديوان الشعر؟ هلا طبعا بالنسبه لدراستي اللي هي بكليه العلوم السياسيه انا بفتخر فيها جدا يعني، ومن هون من قناه الاخباريه بوجه تحيه لاساتذتي الكرام يلي بجامعتي اللي بحبها، اللي هي بالعكس هي ثقلت موهبتي كثير ونمت قدرتي على الكتابه والتعبير وزادت من ثقافتي لحتى اقدر اكتب شيء كثير حلو فيه مغزى يوصل للناس. فبالعكس انا ما بحس انه هدول المجالين متناقضين، بالعكس بحسهم انه هن كثير متقاربين وبيدعموا بعضهم البعض. ثقافه عامه بالنهايه بتقدري تستفيدي منها. اكيد. تمام. من دورك اللي عم بتقومي فيه كدراسه وكشغل ودور المراه بالمجالات الفكريه، كيف بتشوفي هذا الشيء؟ هلا لا شك انه المراه لها دور مهم جدا وعظيم بكافه المجالات، مو بس الفكريه، بالمجالات العلميه والاجتماعيه، ولها الدور المحوري بمجال التربوي اكيد الفكري. ف يعني لا شك انه المراه يمكن خلال هي الاوضاع اللي احنا مرينا فيها انه حصلت نوعا ما تغير الوضع، صار نشوف المراه بسوق العمل بكافه المجالات. طبعا بضل مثل ما قلت لك الدور المحوري لها هو التربوي والفكر، حتى تقدر انه تنشئ جيل قادم يقدر يعمل فكر جديد نحو التنميه والحضاره. طيب خلينا هيك قبل ما نروح لندردش اكثر، نروح لهذا الديوان الجميل، وكونك ذكرتي نزار قباني صار عندنا فضول اليوم لنشوف اسلوبك، هل اليوم بيشبه نزار؟ خلينا نقرا شوي. طبعا نحن عم نقرا من كمان أرجواني. كمان أرجواني. تفضلي. قصيدة خريف دمشقي. تناجي الغمامة أبخرة المدخنة، وحمامات على شباكي تترقب ساكنة، تشرين أقبل هامسا في مسمعي حكاياتي المحسنة، تشرين خريف دمشقي يذكرني أنك كنت هنا، تشرين في خاطري بعث أمل عجوز، رائحة مطر قريب متمرد على استبداد تموز، روح عادت لي عبر الأزمنة، دائرية مرت ليالي الصيف وانقضت سنة، ومن يصدق يا حبيبي أنها مرت سنة، محكومة عواطفي بانقلاب الفصول، وما محكومة صلاتي بنداءات المئذنة، رمادية مشاعري، رمادية صوري، وأوجاعي باهتة مزمنة، لقد تنفست روحك مرة فانتشيت، ومن يومها يا حبيبي وأنا مدمنة. الله. رح نرجع نسمع شيء ثاني أكيد. تماما. اليوم حضرتك يمكن عم تشتغلي كمان بمجال الإعلام، هذا المجال قديش ساعدك اليوم بإظهار هاي الموهبة؟ هلأ اليوم الإعلام هو أنا بشوفه كتير قريب من الشعر. بيوم من الأيام الشعر هو كان يعني الطريقة يلي نحن بنعلم فيها الناس، يعني الشعر احيانا كان بيلخص حضارة وتاريخ امم، فهو رسالة يعني. صح. الاعلام رسالة في مرسل وفي متلقي، نفس الشيء الشعر بحاول انه يوصل فكرة معينة. فبشوف الاعلام كثير عزز قدرتي على التعبير
وقدرتي على الظهور حتى انه انا اقدر يكون عندي جرأة اني اظهر موهبتي للعالم بشكل عام. طيب نورهان خلينا هيك نرجع شوي للبدايات، قد ايه لك يعني بلشتي بالكتابه؟ عرفنا انك تاثرتي اليوم من خلال والدك بنزار قباني، كبدايات يعني محاولات كتابه كانت من يعني تقريبا بما يقارب 15 سنه. شو اول شيء كتبتي او شو يعني كان ميولك بالبدايه؟ هلا بشكل عام انا اللي بكتبه هي مواقف حياتيه، يعني الانسان بتعرفي بمر بالحياه بمواقف كثيره، حب، كراهيه، فرح، حزن، احيانا خيانه، فبتكون عنده مشاعر كثير كبيره وجياشه، احيانا نعمه من الله انه نحن بنقدر نعبر عنها من خلال الكتابه. عبرتي عنها بالشعر او بالخواطر؟ هلا يمكن بالبدايات كانت خواطر وبعدين تحولت لشعر. تمام. اليوم يمكن اي حدا بيقوم باي عمل دائما بيواجه صعوبات، عقبات، يمكن كل شخص بيستثمر بالطريقه اللي هو بيلاقيها مناسبه لحتى يطلع من هي العقبات، ممكن تكون طريقه ايجابيه، ممكن في اشخاص بينحبطوا يعني من العقبات اللي بتصير معهم، ممكن في اشخاص هي العقبات بالعكس تطلعهم اكثر. خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتيها، كيف استثمرتي هذا الشيء؟ هلا لا شك مثل ما قلتي انه اي انسان بده يشتغل شيء بالحياه، بده يعمل اي انجاز او حتى بس يعيش الحياه كل يوم بيومه، بده يواجه صعوبات. تماما. نحن ابدا ما لازم نستسلم، بالعكس. هلا انا بشوف انه حتى بالنسبه لكمان ارجواني بحسه انا انجاز بالنسبه لإلي، لانه هو انت بتحولي ممكن الشيء اللي مرق بحياتك هو ما له منيح او مصاعب مثل ما قلتي، انت بتحوليها بالعكس لشيء حلو وانجاز، وكلياتنا قادرين نعمل هذا الشيء ان شاء الله. طيب نحن رح نحكي عن هذا الديوان، ولكن خلينا نروح شوي معك لصفحه جديده ضمن الديوان، نسمع شيء ثاني. في عندك هلا هي قصيده هي الحياه، هي بتحكي عن نكران الجميل بين الناس او بين الاصدقاء. لن ارد الصاعه بالصاعي ولن ارد الجرح بالمثل، فمن هول ما اقترفت يداك ليس من قيمه لقول او لفعل. ذبحت فجرا كان مخضرا، وهل من قتيل عاد ثائرا للقتل؟ انظر إلى صمت الجبال شامخة وفي جوفها ألف بركان يغلي، وما نفع الحديث مع أصمة لا يميل لقلب ولا ينحو لعقل. جنحت معك للسلم وعاهدتني، فخنت عهدي وأعلنت عزلي. تلك هي الحياة لا أمان لها، فكم يا صديقي من جاحد ناكر للفضل. عبدت طريقك بدم مظلوم وبالطيب والحب زرعت حقلي، وعبرت أنت عما تكون ولم أعمل معك إلا بأصلي. كوجه الله جئتك بكل خير، وهل بعمرك يوما قد تحظى بمثلي؟ سألوذ بالصبر الجميل، فما أنا من ألطخ قلبي وأنقد غزلي، والكل عارف من أنت ومن أنا. يحلم الجميع يوما أن يكونوا كظلي. وقد ايه واقع هذا الشعر وهذا الحديث، قد ايش اليوم في خذلان بالمجتمع، اليوم موقف تعرضنا له نحن اليوم عم نقدر نترجمه كان بخاطرة أو شعر. خلينا نحكي أكثر عن هذا الديوان، وقته، شو أهم المواضيع اللي تناوله، إيه ما طبعتي؟ هلا تقريبا أنا بلشت كتابة هذا الديوان من سنة 2020. هلا أنا كنت بكتب بس إنه هيك شغلات مبعثرة، عرفتي؟ إنه ممكن أنا أمسك ورقة أكتب عليها وأتركها. بس من سنة 2020 أنا بلشت أكتب بشكل جدي، إنه خلص أنا بدي أحتفظ بكل شيء أنا بكتبه. وفعليا تحولوا لمجموعة شعرية. مثل ما حكيتوا بالمقدمة إنه هو بيتكون من 42 قصيدة. بتتنوع الأفكار اللي مطروحة فيه بين إنسانيات، مواقف، في احيانا شغلات فلسفيه مثلا عن الموت، فكره الموت، فكره تناقضات الخير والشر بالحياه، عن الحب، عن الكراهيه، عن الخيانه، نكران الجميل. اربع سنين اليوم تقريبا. هلا هو انطبع باول السنه، اول سنه 2024 بدار دلمون للطباعه والنشر، وبلشنا يعني ان شاء الله هي خطوه اولى على الطريق. اليوم باعتبار ذكرنا انه دائما المواقف هي بتاثر فينا، وانت يمكن مثل ما ذكرتي انه الشيء اللي الهمك على الكتابات بلشتي تكتبي عن مواقف او خواطر صارت معك، خلينا نحكي شوي اكثر موقف اثر فيكي وكتبتي عنه من ناحيه وجدانيه انسانيه عاطفيه. هلا في كثير شغلات اثرت فيني، احيانا حتى موقف ما بيكون صاير معك انت شخصيا، احيانا بتشوفيه على غيرك. في وفاه والد صديقتي
هذا الحدث كان تقريبا انه اول مره بشهد وفاه حدا مقرب، وانا كنت كثير بحترمه، فهون وقتها كان بالنسبه لي موقف صعب، وفعليا كتبت عنه انه شو هو الموت، ليش نحن بنموت. خلينا نجسد هاي الحاله ببعض القراءه من ديوانك عن هذا الموضوع. دائما بيقولوا الموت له فلسفه اخرى، يعني هلا انا ما كنت حابه اقرا هيك شغلات ماساويه، بس ما في مشكله كونك ذكرتيها يعني واستحضرتها ذاكرتك. ساسجل في فصل اخير بذكراك الورديه، كعصر غابر، كترتيله ابديه، كرحله قديمه، كبحيره جافه، مكتوب الا تدرك الاشياء الا عند الحافه، فكذلك تولد الأحياء وتتلاشى كافة، ميت لا يسمع ولا ينطق، أبحث عن معنى عن منطق، نولد ونموت ولا نسأل، لماذا جئنا وكيف نرحل، ومن نحن في هذا المأزق. عبث النخوض في وهم كذاب، الموت لذي الشرف والحياة لصاحب الأنياب، كما ينساب النهر بين الصخر كذلك في دمي تنساب، أنا في بؤس وانكسار وانسحاب، ما معنى أن يتدفق النبع أو تتمايل الأعشاب، وإن كان نيسان في عرس وكان في قلبي خراب، أنا في بؤس وانكسار وانسحاب، ما الدنيا إلا لعنة حالة وطابور سحاب، وأنا محيط في اضطراب وغريبة ضالة تفتش عن الطريق وتبحث عن الجواب. إن شاء الله كل أيامك ما بتكتبي غير على الفرح، واليوم عم تكتبي شيء واقع وشيء ما فينا نحن نهرب منه بالنهاية. طيب نوران، خلينا نحكي اليوم عن قراءاتك، هل كان لك مشاركة ضمن ندوات طليتي فيها على الناس، قرأتي شيء؟ هلا بالنسبة لهي الشغلات لسه أنا ما بلشت بشكل جدي فيها، عرفتي؟ أنا يعني انشغالي بعملي اللي هو بوزارة الإعلام، وكمان كنت عم بعمل ماستر، يعني بالفترة الأخيرة أنا ناقشت رسالة الماجستير، فكنت كتير مضغوطة، فما كان عندي وقت إنه نسق هاي الشغلات، بس أكيد حاطة ببالي ورح بلش فيها إن شاء الله. بتفكري بهيك قصة؟ طبعاً أكيد. يمكن بتعطيكي مجالات أكثر، يعني بتعرف الناس أكثر بنورهان. طبعاً بهمني إنه ناقدين مثلاً يقرأوا لإلي، أقدر أنا أطور من حالي أكثر. فهي القصص اللي عم تحكي عليها أكيد بتطورني أكثر، وبحب إني أعمل هيك شيء إن شاء الله بالفترة القادمة. إن شاء الله. تمام. اليوم نورهان، يعني الشيء اللي عم تعيشيه أنت أو الشيء اللي عم تقومي فيه فعلا بيعرضك لكثير ضغوطات، يعني أنت عم تتجاوزي هذا الشيء لأنك أنت حابة. يمكن أحيانا في أيام تمرق بتحسي حالك أنه أنا تعبت، أو لولا لحظات بدي أوقف هذا الضغط، ما بقى فيني أنه أكمل، بعدين بترجعي بتكملي. حكينا شوي أكثر عن المواقف اللي بتصير معك. أكيد هلا كل إنسان أحيانا، أنا شو بقول إنه مشاعر الإنسان مثل الموجات، تمام. أحياناً بتعلى مد، أحياناً جزر، فأوقات بنكون إحنا بحالة جزر، يعني بنكون إحنا كتير طاقتنا منخفضة وفايتين باكتئاب نوعاً ما، واستسلام للحياة وضغوطاتها. صحيح. بس بالعكس أنا بشوف إنه هذا دافع، يعني أنا بشوف إنه لما أنا أحس إنه أنا خلص ما عندي قدرة ما عندي طاقة، بالعكس هذا الشيء بيعطيني دافع إنه لا، أنا مالي، أنا لازم أعمل شيء جديد وحقق نجاح جديد لحتى انا اقدر ارجع واقف على رجلي واواجه الحياه مره ثانيه. يمكن دائما نحن بنقوى من المواقف اللي بتمرق بحياتنا، بالحصه نحن بنشعر بالانكسار وانه انتهى، يعني العمر وقف، ولكن الحياه بدها تستمر يعني بمواقفها بكل شيء. خلينا نرجع شوي للديوان ونحكي اليوم اي حدا في عراب له، يعني وقت اللي بتكتبي في حدا بيسمعك، في حدا ممكن لغويا يتابعك، نحكي عن هيئة التجربة، مين من العراب كان لإلك نورهان؟ هلا لا شك انه لما الانسان بده يكون ناجح اكيد في وراء انسان ثاني، يعني ما في حدا بيصير من لا شيء، لازم يكون في له داعم. انا بالنسبه لإلي كان الداعم الاساسي بالنسبه لإلي هو ست الوالده، الله يعطيها العمر. امين. والدتي لمياء سعيد، وجه لها تحية من هون طبعاً، أكيد هي بالنسبة لي صديقة وأم وحبيبة وأخت وكل شيء يعني، وهي اللي بتدعمني بشكل أساسي، ووالدي أكيد وجه له تحية، وأصدقائي صديقاتي هن اللي مثل إخواتي، هلا أنا وحيدة فما عندي إخوات، ف كانوا بمثابة صديقاتي مثابة، كانوا يسمعوكي نورهان طبعاً. شو كتبتي؟ كانوا يقولوا لك إنه مثلاً هون لو قلتي هيك كان افضل، بتصححي، يعني هدول الانتقادات الايجابيه دائما نحن بتعطينا دفع اكثر للنجاح.
ايه اكيد كانوا صديقاتي، وخاصه في صديقه معينه صديقتي حنان كانت على طول انه لما اكتب شيء ابعث لها شو رايك فيه حلو كذا، تقول لي ايه حلو بس انه مثلا فيك تغيري هاي الكلمه او لو هيك. اكيد اكيد ساعدتني كثير وكان لها رايها. دائما بيمرق بحياتنا اشخاص ايجابيين اشخاص سلبيين، ممكن تتعرضي لانتقادات كمان كثير سلبيه، قديش اثرت فيكي هاي الانتقادات؟ نحن بشر يعني اكيد احيانا الانتقادات السلبيه بتاثر فينا مثل ما كمان الشغلات الايجابيه بتاثر فينا، بتدعمنا وبتقوينا. لازم نحن نستفيد من الاثنين تماما، فنستفيد من الشغلات الايجابيه انه نحس بقيمه نفسنا وقدرتنا وامكانياتنا، وبنفس الوقت الشغلات السلبيه كمان نحس بقدراتنا وامكانياتنا، لانه ما في حدا بينتقدك لما ما يكون في محل الانتقاد طبعا الا بسبب نجاحك. يعني انا هيك بشوف دائما نحن معرضين لهي النقطة، إن كان سلبي أو إيجابي، واليوم الإيجابي عم ناخذ منه، السلبي بتعلق بشخصية الإنسان، ممكن سلبي يكون دافع لك وممكن يهدمك بلحظة يعني حسب شخصيتك أنت وقوتك. خلينا نرجع شوي للأجواء الشعرية في سوريا، بتحضري ندوات، بتحضري أشخاص بيطلعوا بيلقوا شعر؟ هلا الحقيقه قليل والله بالوقت الحالي. يعني انت اليوم بتحبي هي القصه ولكن بعيده عن الاجواء الاضواء. كوني انا منشغله بكثير اشياء يعني للاسف انا في ضغوطات. ايه تماما، بالعكس انا بتمنى اني احضر اليوم، انزل واحضر ندوات شعريه، بسمع الواحد بيتعلم اكثر وحتى بيثقل موهبته بيتعلم من الاخرين، بس بالوقت الحالي ما كثير بهذا المجال، مع اني بتمنى انه الشعر يكون له مكانه اكبر، بتمنى انه الشعراء يقدروا انه يوصلوا للناس اكثر. تمام، ممكن نسمع شيء كمان هيك من ايه اكيد المجموعة الشعرية. سنتان مرت على علاقتنا لم اكتب فيها خاطرة، جرداء ارضك لم تحظى منذ دهور بغيمة ماطرة، مدت لي صحراؤك يديها بالرمال فمشاعري جافة وانفعالاتي نادرة، كساعتي الحائط كنت معلقة لا أشعر بالشهور العابرة، أنتظر أن تحبني يوما من الأيام كطفل يمد يده للسماء ليمسك طائرة، أنتظر الحب عدلا وليس تكرما وللقساة شرائع مختلة وجائرة، بحر ميت نفضت على شطه كفي وجدار هش لا سند ولا ظلال ساترة، وخفت من قلبك الأجوف أن يعديني فلا أعود يوما على الحب قادرة، واستحال عشقي لك مسطحا وباهتا رواية تروى عن العصور الغابرة. نحن عم ننتظرك بنجاح جديد وديوان جديد وهيك كلمات تلامس قلوبنا مثل الكلمات اللي قرأتيها نورهان. بدنا نشكر حضورك لليوم، إذا حابة هيك كلمة لأي حدا اليوم عم يشوفنا، بس هيك سريعا خلص الوقت. شكرا لك، اكيد حابه اتشكركم وبتشكر كل مين بيحبني وبيدعمني اكيد بالحياه بشكل عام. اكيد ونحن بدنا نتشكرك ونتمنى لك التوفيق ودائما تضل عندك هي الهمه العاليه والقويه وتحققي المزيد من النجاحات بكل الظروف اللي عم تمر فيها. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.